أهلا بكم. أقر مجلس الشيوخ البولندي قانونا مثيرا للجدل بشأن معهد الذاكرة الوطنية. القانون يجرم على وجه الخصوص إنكار مأساة فالين، كما يجرم نشر الدعاية لأفكار القومية الأوكرانية. التصريحات العلنية حول تورط البولنديين في المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية يعاقب عليها القانون الجديد بالسجن مدة 3 سنوات، لا سيما استخدام عبارة معسكرات الموت البولندية.